غير بعيد عن ساحة لافايات قرب البيت الأبيض، أصبحت الصورة مألوفة لأشخاص يعيشون دون جدران أو سقف يؤويهم في العراء. درجات الحرارة تقارب 10 درجات تحت الصفر. موجة البرد تزيد من المعاناة اليومية لهؤلاء في مشهد يتناقض مع هذه المباني الإدارية التي تمثل دوائر صنع القرار الأمريكي والعالمي وناطحات السحاب الفخمة المحيطة بهم. تقارير حديثة تشير إلى أن عدد المشردين بالولايات المتحدة يقدر بالملايين، هم أفراد بنسبة 67%، بينما يمثل 33% المتبقون أسرا كاملة. ينتشرون في قطارات المترو ومواقف السيارات وفي المنتزهات العمومية، حيث ينصب بعضهم خيامنا. أعداد المشردين بلوس أنجلوس لوحدها ترتفع إلى أكثر من 60,000 شخصا. تقرير لباحثين في جامعة كاليفورنيا سجل أن حوالي 1500 من المشردين لقوا حتفهم في الشوارع بلوس أنجلوس ما بين مارس من 2020 ويوليوز من 2021. نسبة 25% منهم أمريكيون من أصول إفريقية، رغم كونهم لا يشكلون سوى أقلية تمثل 8% من مجموعة ساكنة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية. انتشار ظاهرة التشرد في الولايات المتحدة، وإن يتعارض مع موقع البلاد كقوة اقتصادية عالمية ودولة عظمى، يبقى انعكاسا لوضعية سوق العمل المتدهورة في البلاد وفق محللين. ويبرز ذلك من خلال تزايد الطلبات إعانات البطالة الأسبوعية التي تحصيها منظمة العمل الأمريكية، ويدعو هذا المعطى إلى القلق بشأن زيادة معدلات الفقر والتشرد في البلاد.